دايما او المدربين دايما بيقفوا او المحللين دايما بيقفوا على التوقيت بتاع احراز الاهداف ديت. نعم. لو في اول ربع ساعه بيقول لك ما فيش تركيز وان نعم. البدايه لازم تكون اقوى من كده. نعم. لو في اخر المباراه بيعمل عمليه الاجهاد وان اللياقه البدنيه لما بتقل التركيز بيقل فبيخش اهداف. نعم. لكن الرقم من 30 ل 35 او من 45 اسف تحلله ازاي؟ لان اولا انت في كامل لياقتك البدنيه. نعم. يعني مش هتقول ده في جهد عالي. نعم. وبالتالي انت كمان عديت حمى البدايه. صحيح. البدايه وبالتالي صحيح. شايف الرقم ده تحليله الفني يكون ازاي بالنسبه للموسيماني. شوف يا كابتن هاني، انا بشوف دايما ان لعيب النادي الاهلي في معظم الاشواط الاولى بنقدم اداء افضل من الاهداف، يعني دايما احنا بنقدم اداء اقوى من مساله احراز الاهداف. ربما مباراه المريخ بالظبط الشوط الاولاني 0-0 والشوط الثاني جاب 3 اهداف بالزبط. وبالتالي بتشوف ان ده الاشواط الثانيه للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني بتبقى افضل في التهديف تهديف. من الاشواط الاولى، وده يؤكد ان بيتسو موسيماني بيقدر يحل بعض الامور. يعني احنا عندنا جمله مشهوره خدناها من التعليق، الشوط الثاني شوط المدربين، ده الشوط اللي انت بتحاسب عليه المدير الفني. وبالتالي طالما ان انت بتوصل للمرمى في الشوط الثاني فده بيؤكد لك ان المدير الفني ده ما بين الشوطين بيقدر يحل بعض الامور سواء النفسيه او الفنيه اللي بتخلي اللعيبه يقدروا طيب. يحرزوا اهداف في الاشواط التالت. طيب احنا عندنا تاسك في الشوط الاول وثاني، احنا بنتكلم ان لسه الامانه برضو دي نحطها دايما ان بيتسو موسيماني ما خدش فتره اعداد مع الفرق عشان نبقى واضحين مع بعض، احنا بنحاسب بقى عشان مثلا نبقى واضحين ان طالما ان انت عايز تحاسب يبقى تجيب كل النقط المتاحه قدامك. الشوط الاول احنا بدايتنا في الاشواط الاولى كلها بيرفكت، بنبدا بهجوم قوي وكاسح والمنافس بيرجع وبيقلق جدا 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 من ادائك، ورغم بعيدا عن مباراه سيمبا اللي هي كانت الساعه 3 ومباراه راعي الجيش اللي كان فيها بعض المشاكل البدنيه. وبالتالي احنا عندنا انا في وجهه نظري ارجع سبب دخول الاهداف مرمانا في اخر ربع ساعه هو ان اللعيبه لما بتعمل محاولات كتيره على المرمى المنافس والفرص دي لا تترجم الى اهداف، ربما يجي حاله من بعض كده من حالات الايه الاحباط. طب انا بدات هنا عمال احاول ما جابش اهداف فبفقد تركيزي في بعض الاحيان. بعض الاحيان دي بيقدر المنافس انه يستغل فرصه. ممكن احلل برضو من وجهه نظري فضل. يعني انت بتتكلم على عمليه احنا الشوط الاولاني بنادي بشكل كويس لغايه الدقيقه 30 بنهدر فرص كتير فبيجي عمليه نوع من انواع الاحباط شويه رد الفعل. نعم. مش وارد ان نتيجه ان احنا بنكتسح الشوط الاولاني بنعمل فرص للتهديف فرص لكن نعم. بنحرز اهداف بيوصل للعيبه ان لا احنا نجيب جول، ان المباراه بتتسهل، ان المنافس طبعا. مش على قدر المسؤوليه ممكن. وبالتالي الجزئيه دي لما بتخش دماغ اللعيب اوتوماتيك ممكن بيقلل شويه عمليه مثلا الارتداد السريع بيقل طبعا. عمليه الضغط بتقل سهله الكره تتجاب طب حلوه جدا يعني او كده كده يعني احنا هنجيب جول طبعا بلغه الكره طبعا. لا احنا قريبين فهنجيب جول في اي وقت فده بياخد من تركيز اللعيبه في الحاله الدفاعيه نعم. وده لازم حتى موسيماني يشتغل عليه صحيح. اللعيبه تشتغل نعم. عليه ودي نقطه مهمه جدا لينا احنا يعني احنا خلاص وقفنا على رقم وطالما الرقم يا كابتن هاني اتكرر يبقى هو يبقى عاده طبعا. احنا محتاجين نخلي بالنا منه يبقى احنا محتاجين في الفترات الجايه باذن الله والكمال لله وحده احنا طبعا اي حد عنده اخطاء والانسان الذكي والانسان الشاطر هو اللي يشوف خطأه فين ويبدا يصححه احنا محتاجين طالما جت علينا الدقيقه 30 عقرب الساعه جه على الدقيقه 30 ونشوف النتيجه عامله ازاي يا جماعه ما تخسروش تركيزكم يا جماعه زي كده المدربين الباسكت والهاند بول وطبعا بحيي طبعا فريق الباسكت على الريمونتادا العظيمه بصراحه اللي عملوه ماتش بصراحه تاريخي يعني. حاجه زي كده هي حاجه احنا محتاجين حاجه زي كده طبعا الالعاب دي المدير الفني قاعد واقف على الخط طبعا بتتدخل طبعا نظام اللعبه مختلف فبتتدخل في كل لعبه فاحنا محتاجين تيجي علينا الدقيقه 30 ما تخسرش تركيزك وتيجي كمان خلي بالك دي كمان درس للموسيماني لان نعم. موسيماني في فترات كتيره بيطلع مثلا ديانج بيطلع تقريبا واحد من الاثنين ديفندر نعم وبيشتغل بس دي في اخر المباراه بيعملها في اخر المباراه ما نعم. ده كمان درس مستفاد لموسيماني يوصله للعيبه يا جماعه نعم. التركيز لازم يكون في اعلى مستوياته ويبقى نعم. فيه تعليمات صارمه حتى ما بتكلمش على خط الدفاع دايما المشكله مش خط الدفاع نعم. المشكله بتيجي مثلا خط النص شويه ارتداد المهاجمين شويه طبيعي. فده بيأثر على الجانب او في اخطاء طبعا في خط الدفاع
لكن مش هنشيل خط الدفاع كله فده كمان من الارقام اللي بتساعد موسيماني انه طبعا. يشتغل مع اللعيبه في ما بين الدقيقه 30 ونهايه الشوط الاول بالظبط. ونقطه مهمه جدا يا كابتن، انت كمان معاك القايمه اللي تساعدك انك تصح الكلام كله، يعني انت معاك قايمه اصلا قايمه قويه جدا بتقدر النهارده انت من خلالها تطور الاداء بشكل عام. يا جماعه احنا محتاجين نعمل، بدليل ان الشوط الاول قدام فيتك توب انت بتلعب جيم استحواذ كامل بتحقق التارجت منه، طيب الشوط الثاني يا جماعه وقف الاستحواذ ويلا نلعب كروسات بتحقق برضو اللي انت عايزه. فبالتالي ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت معاك لعيبه بتديك القدره انك تطبق الفكر اللي انت عايزه. ساعات احنا ياما جالنا في تاريخ النادي الاهلي بعض القوائم اللي ما كانتش تساعد النادي الاهلي انه ينفذ او تساعد المدير الفني يتنوع في الهجمات او طبعا. يبقى عندك شكل واحد للهجمه او شكل واحد للشكل الهجومي او حتى الدفاعي يعني. بس النقطه هنا مهمه بقى، طالما انا متاكد ان القايمه دي معايا يبقى ما كسرش مجادفها، مفيش طبعا. مشكله في بعض النتائج السلبيه بتتحقق اوكي نبدا نعالج ونبدا ننتقد وكل حاجه، بس انا متاكد تماما انا بعيد وزيد في الكلمه دي، اخر حاجه ممكن حد يقول على ماتش امبارح ان بيتسموس ان الاهلي قدم مباراه وحشه، لا انا مع كامل الاحترام ده مش تحليل، ما ينفعش. في سوء توفيق، في بعض الاخطاء اللي حصلت في مراكز اللاعبين ودي ممكن نختلف فيها، لكن الاداء بشكل عام الارقام لما هتروح توديهم لاي محلل اداء في العالم او اي مدير فني في العالم يقول لك انت عايز تاني. خلي بالك الجماهير صدقني كل الناس اللي بتنتقد الاداء اعتقد لو النتيجه اولا خلصت 2-1 كان الكلام هيتغير. لو كنا جبنا مثلا جون من العشر فرص اللي جت يعني كسبنا 3-0 بنفس الشكل وبنفس الاداء كان يقول لك اداء عظيم. فهو دايما الناس بتربط الاداء بالنتيجه للاسف بالظبط. واحنا انا بصراحه عايز في يعني اذا كان الوقت الباقي معانا قليل ان انا اركز على نقطتين بقى خلاص هنقفل القديم ونفكر في الجديد. الجديد ان انت في نقطتين محتاجين نخلي بالنا منهم الفتره الجايه. اول نقطه وهي خاصه بمباريات الساعه 3 العصر، ان خلاص كده تاكد رسميا ان هنلاعب فيتا كلوب الساعه 3 العصر وهنلاعب المريخ السوداني في الجوله الاخيره 3 العصر، يبقى محتاجين في المباريات دي قبليها بحوالي 4 أو 5 أيام التدريبات لحد ما تبقى بدري شويه عشان اللعيبه تنام بدري وبالتالي هنلعب سيمبا الجوله الاخيره يعني بالظبط. وبالتالي اللعيبه تقدر ان هي تحول الساعه البيولوجيه بتاعتها بدل ما بنلعب 5-7:30 اجسامنا جاهزه انها تلعب الساعه 3 العصر. طبعا موضوع ارض الملعب ترتان اللي هنلعب عليه. والنقطه الثانيه هي التركيز في الربع ساعة الأخيرة من الأشواط الأولى، محتاجين إن احنا نبوش مع بعض يلا يا جماعة يعني حتى يعني تركيز على مستوى الدفاع يعني مثلا واحد مثلا من الحاجات اللي بنتعلمها مثلا في البينج بونج بما إن أنا يعني بلعب بينج بونج في النادي الأهلي في فريق الرواد، واحدة من النقط اللي المدرب دايما يقولها لي وأنت لما تكسب نقطة قدام منافس قوي دايما شجع نفسك ما تسكتش، شجع نفسك. شجع نفسك ليه؟ عشان دايما تخلي نفسك فوكست، دايما تخلي مركز. نفسك مركز وتخلي نفسك فايق، خدت نقطه شجع نفسك عشان تكمل اللي بعديها، شجع نفسك شجع نفسك شجع نفسك. فدي نقطه احنا في وجهه نظري محتاجينها من الباسكت، محتاجينها من الهاند بول، محتاجينها من تنس الطاوله، انك تيجي عليك الدقيقه 30 شجع نفسك يلا يا جماعه هنثبت وهنكمل. ودي بتيجي من جوه الملعب وبتيجي من الاداره الفنيه كمان وهي برضه. نقطه نفسيه بحته ما فيهاش احنا ما بنتكلمش خالص على اخطاء فنيه خالص، هي يعني مش خطا فني، لا دي نقطه نفسيه طالما ان الامر تكرر كذا مره في التوقيت. وحتى لو في اخطاء فنيه انا برجع لها ان بيبقى ساعات اللعيب ضمن بشكل كبير جدا ان احنا يا جماعه الماتش بتاعنا احنا راكبين الماتش بلغه الكوره كده راكبين الماتش وهنجيب جون هنجيب جون صحيح. وبالتالي بيوصل له احساس ان حتى لما بتيجي هجمه خطر كده كده تركيزه بيقل فبيغلط. فدي جزئيه مهمه جدا ان شاء الله هنعالجها.